هل رمضان شهر الخير والبركات؟ أطلع على كل الناس ومنهم عائلة أبو خالد، أبو خالد، أم خالد وصغارهما، عائلة من خمسة. كل يوم في الشهر الفضيل لنا معهم جلسة، وراء كل شباك هناك حكاية عن فعل الخير وحسن النوايا. ورمضان كريم. عبد الله يحب خاله كثيراً، ولكنه لم يعد يراه أو يتواصلان معاً لأن خاله سافر منذ زمن. اليوم سمع عبد الله بخبر رائع، فخاله المفضل رزق بطفل جميل. هذا الخبر جعل عبد الله يفكر بأن عليه أن يتواصل مع خاله أكثر، فقرر عبد الله أن يكتب بطاقة إلى خاله بارك له فيها على مولوده الجديد، وأخبره كم هو سعيد، واعتذر عن التقصير، وجاء الرد بصورة لابن خاله الصغير، أفرحه الرد كثيراً. عمل عبد الله ألهم إخوته وأدركوا أهمية مبادرته، وباتوا يتواصلون أكثر ويرسلون البطاقات لكل صديق وقريب أبعدته المسافات. الخبر السعيد بقدوم مولود جديد ذكر عبد الله أن بعد المسافات لا يجب أن يؤثر في العلاقات بين الأقارب. عمل الخير مهما بدا صغيراً قد يحدث فرقاً كبيراً. تابعونا غداً لنشاهد عملاً طيباً جديداً مع عائلة أبو خالد، ولا تنسوا زيارة موقع ماكدونالدز أريبيا.com لننشر الخير معاً. رمضان كريم.